حياكم الله مشاهدينا الكرام متابعي قناة الأيام الفضائية، أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج الوسم. أنا كرار حباب، فاصل قصير وفقرة فيس تو فيس، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام متابعي قناة الأيام الفضائية، برنامج الوسم، أهم الأخبار والأحداث والمواضيع والترندات المحلية والعربية والعالمية دائما ما تكون موجودة في برنامجنا برنامج الوسم. أول موضوع عندنا اللي هو موضوع الترند الرياضي والحدث الأبرز، وينهم جماهير ريال مدريد؟ أردحت ياكم اليوم بحرقة، إجا جلاتكم، إجا جلاتكم، حافظي لو ما حافظي، اجى البرشلونة. اخ يا يابا شقد مرتاح بعد سنتين عجاف من القهر والضيم، رغم هاي السنتين انا غالبكم 4-0 بالصغار ملعبكم، هاي السنتين راحت لا فلوس لا لاعب بحظ، هسه جا ليفاندوسكي. تعرفوه زين جلادكم، تعرفوه زين. الصفقة اللي أشغلت الرأي العام الرياضي والعالمي من شهر 4 اللي فات أو شهر 3 اللي فات هي حديث الملايين، هل ليفاندوسكي سيرحل عن بايرن ميونخ صوب برشلونة؟ بالفعل بايرن ميونخ برشلوني لثلاث مواسم متتالية، جلاد ريال مدريد برشلوني، بعد لا حد يحكي ويانا من الاخير. يعني ليفاند بروسيا دورتموند قول عليكم الرابع وجاي قول الخامس، بايرن ميونخ قول عليكم الثالث، ومين هسه يجي برشلونه شنو يعرفكم مرتاحين؟ عرفكم والله العظيم انا فت فرحان تقول جاينا طفل مو لاعب جاي لبرشلونه. صار لنا سنتين كاتلنا القهر، لا فلوس عندنا لا مبيعات عندنا، النادي مطلوب ومديون، وانتو فلوس خير من الله عندكم. اخذتوا دوري الابطال ذليتونا ببنزيما ومودريتش، ذليتوني بتوني كروز، كامافينجا سويتوا علي زيدان ب 2001، زيدان ب 98 مو ب 2001. سيبايوس هو اخذ النهائي. الصفقه الابرز في اسبانيا والكره العالميه الى برشلونه، هذا هو موضوعنا الأول اللي راح نتحدث عليه بشكل أكثر في فقرة فيس تو فيس. نشرت صفحة برشلونة الرسمية الموثقة هذه الصورة، صورة أشبه بالصورة السلوت احنا نسميها، صورة ظل، مجرد ظل، لكن هو لمن؟ هو لليفا ليفاندوسكي، وخلت واحد مسوي هيك هاي العلامه، علامه الاحتفال مالته، هو هيك يحتفل من يسجل هدف، ان شاء الله هيك يحتفل بمدريد بالسانتياغو اقرب كلاسيكو. لا اسلم لك ولا شيء نورس، انتم كاتلكم القهر، باقرب كلاسيكو ارد اشوفكم، باقرب كلاسيكو ارد اشوفكم ونشوف من اللي يسحل منه. 4-0 مع الرأفه في ملعبكم، اوباميانغ ضيع الخامس، عندنا واي بطولات. المهم نشرت صفحه برشلونه هذه الصوره، هو طبعا فيديو بصورتين وصورتين ذني بهن ظل لليفاندوسكي، وتم تصويره وراح يقدموه رسميا، لكن حبوا يشوقون الناس. ليفاندوسكي برشلوني، جيبوا لي ريال مدريد. خلينا نشوف التعليقات شنو كانت. انا بدي هسه اعلق وخلي تعليقي هنا وياهم، بس شو اسوي يعني راح اعلق مباشر. اول تعليق من طبعا هذه صوره ليفاندوسكي، اول تعليق من القبور امتلأت شبابا مثلنا، تركوا احلامهم غفله دون وداع، الموت ليس للكبار فقط، اللهم نسألك حسن الخاتمة. شبيك؟ شبيك؟ لاعب جاي شبيك ضايجة؟ هسا هذا الدعاء بوجه ليش؟ ليه؟
تعليقك وين الموضوع وين؟ موت الشباب ايش عليه بحسن الخاتمه بليفاندوسكي؟ ايش له علاقه؟ عمر عبد السلام يقول ليفا سيعيد السوبر هاتريك على مدريد وهذه المره بقميص افضل نادي في التاريخ، انه لاعب جبار على قولة هذا ليفاندوسكي. سرا تقول مبروك عليك التكسير والفريق العاوي راح تحلم يوصل لك باص صحيح. لا والله احنا الفريق العاوي يوصل لك يعني هي على مر التاريخ معروف برشلونة بالتيكي تاكا والباصات، يحلم يوصل وين يلعب؟ بصليخ بالنجدة وين يلعب؟ بالبحري غير يلعب برشلونة. ورا بيدري وقافي وبوسكيتش وديونج مشتردي يعني شيء، ومنا ومنا رافينيا وديمبلي. ايش راح يصير بريال مدريد يا الله؟ ايش راح يصير بريال مدريد؟ حسناء تقول اذا رسمي الله لا ينطيكم يا الفيفا، اخذتوا من ابننا الكرة الذهبية وانطيتوها لميسي. بما انه ميسي حاليا مو ببرشلونة المفروض هسه اضوج منه هاي، بس من حببنا بكرة القدم من وعينا ووجدناه هو افضل لاعب بالعالم وسيد اسياد اللاعبين ليونيل اندرياس ميسي بتشيتشي، هذا الاسم لن ولم الومه عبر الزمن. يقول الدكتور علي القيسي حسب تحليلي صفقة غير ناجحة على برشلونة السمع بالنصيحة، اللاعب في آخر أيامه لا يضيف شيء للفريق، عليهم التراجع عن القرار فورا، أخذ شهادتك وروح منا. يلا أنت وشهادتك وكلاوتك وروح منا، ما لك دخل، ليش يعني مستكثرين علينا الفرحة؟ حسب تحليلي أنت طبيب مالي دكتور مالي ايش أنت؟ عمي أخذ شهادتك وتعليقك وروح منا. يلا يلا هذا كان موضوعنا الأول في فقرة فيس تو فيس، هو انتقال ليفاندوسكي لبرشلونة بصفقة انتقال قدرت ب 45 مليون يورو لثلاثة مواسم، وسيأخذ 9 ملايين يورو كراتب سنوي، الضعف مرتين مما كان يتقاضاه في بايرن ميونخ حيث كان يتقاضى 3 مليون يورو. هني ومري وبالعافية عليك حبيبي، بالعافية عليك وشايف خيرهن وإن شاء الله تصرفهن بالهنا والسعادة والسرور، بس المهم أول ما تيجي بالكلاسيكو وحدة كل على كورتوا هذا المنفوخ فديك مقصية من مالاتك، طلع فلوس فلوسهن. أيها المدريديون احذروا من ليفا في برشلونة. هذا كان موضوعنا الأول في فقرة فيس تو فيس. أما موضوعنا الثاني في هذه الفقرة، السيارات أنواع وأحجام وأشكال، ولكن السيارات اللي تجينا أحيانا من أمريكا قد تكون محملة بالقنابل، القنابل اللي يعني نوعا ما تسوي لنا مشاكل. طبعا هو موضوعنا هسه موضوع بايدن ليس موضوع السيارات، بس انا مثلت الموضوع بالسيارات اللي تجي من امريكا. موضوع بايدن ادري انا قلقتك نورس، بس انا حبيت اخبط شيء على شيء. بايدن اجى للشرق الاوسط وراح للسعوديه. هسه واحد يقول لي انت شعليك العراق شعليه شنا دخل بالموضوع؟ والله انا هم اتساءل هذا السؤال، انا شعليه العراق شعليه احنا شنا دخل بالموضوع؟ بايدن يقول اتفقنا على ربط شبكة الكهرباء بالعراق عبر السعودية والكويت. شنو اتفقنا؟ انت منو؟ شعليك شلك علاقة؟ وزير كهرباء العراق، رئيس وزراء العراق، رئيس جمهورية، شنو اتفقنا؟ انت شنو تتفق نيابة عنه؟ هذا هو السؤال الأبرز من جو بايدن
الذي زار السعودية على هامش مؤتمر ما، وأيضا كان موجود الكاظمي هناك، ولكن التصريح أشغل الرأي العام. بس حيثيات التصريح أنا راح أبينها لكم بعدين، بس بالبداية لازم ننوه على شغلة. جماعة السيادة الله بالخير، هسا أنت تصرح علينا، أنت شو لك دخل بالعراق؟ شو لك دخل بكهرباء العراق؟ مو أنتوا ما خليتوا خشمكم بشي إذا ما خربتوه، ما دخلتوا بشي إذا ما كنتوا مستفادين منه وتاخذون 90% منه وتنطون 10% للبلد. يقول اتفقنا على ربط الكهرباء عبر العراق بالسعودية والكويت، يتفق نيابة عنه. مصطفى الكاظم الله بالخير، انت مو كنت هناك يا مو؟ شنو اخويا ماكو كلمة منك شي؟ ما حكيت لك حكاية؟ حكاية منا يصرح نيابة عنك ليش؟ هذا جو بايدن ومحمد بن سلمان. خلينا نشوف الموضوع اكثر وتفاصيله، وايضا شنو كانت تعليقات الناس في موضوعنا الثاني. يقول بايدن اتفقنا على ربط شبكة الكهرباء بالعراق عبر السعودية والكويت، انت شعليك؟ خلينا نشوف التعليقات ماذا كانت. يقول فاضل بايدن يتفاوض ويا السعودية بدل العراق، شنو وصي علينا انت الخرف السيادة والكلمة واللحمة الوطنية قاعدة بالزاوية ودق على راسها؟ اي فاضل والله صدق دق على راسها. يقول عباس الياسري ولو الكلام صار له سنتين بس بايدن بصفته شنو بالموضوع؟ طباب خير؟ لا بايدن مو طباب خير، بايدن صفته بالموضوع يريد يستفاد من كل شيء، يبحوش على كل شيء كوش. هو على بايدن هذا التصريح راح ابين لكم ليش صرح بي بايدن ورا ما خلص التعليقات. يقول قتيبة 20 سنة ونحن نبحث عن حق من حقوق البشر، الكهرباء والماء. انت من قال لك ذا حق من حقوق البشر؟ على كيفك يا من قال لك حق من حقوق البشر؟ اذا كنت عايش بدوله تحترمك وتحبك تعطيك خدمات، هذا مو حق، هذا لازم تبوس ايديهم وتتوسل بيهم بس على مود يعطوك كهرباء لو مي لو هاي الخدمات العاديه. عبد الله فلاح يقول اذا صارت الكهرباء 22 ساعة باليوم اعوف امريكا وارجع للعراق. لا عليك الله ارجع، عليك العباس ابو فاضل ارجع، والله ما نقدر نعيش بدونك، يوميا نسأل عليك، مسوين حملة عليك بس كنت ترجع تعيش بالعراق. هذا اللي يوازيك على بيعة الجدر. تعليق من تالا تقول اللهم ارحم بلدي العزيز وابعد كل من لا يرحم فيه. كل هذا التصريح ليش؟ لأنه بايدن يقول لأنه غادر الشرق الأوسط ونترك وراءنا فراغا لتملأه روسيا والصين وإيران. يعني هو مو حبا بينا ولا حبا بالسعودية والعراق والكهرباء، هو لن نغادر الشرق الأوسط ونترك وراءنا فراغا لتملأه روسيا والصين أو إيران. يعني يريد يكوش على كل شيء، يريد يستفاد من كل شيء. هي الصفقة هي أشبه بال، يعني هسه هو فاتح مكتب دلالية. يعني هو السعودية والعراق مثلا يردون بيناتهم يتفقون على كهرباء، هو شي يسوي او العراق واي بلد، هو شي يقولهم اجيب لكم السعودية وانتم العراق تتفقون سوا، واحد يبيع للثاني بس انا اخذ عمولتي. تش عليك؟ يجوز ما نريد نشتري من السعودية، يجوز يعني مثلا، انت تش عليك؟ هذا هو جو بايدن، هذا هو
الرئيس الأمريكي الذي أتى خلفا للرئيس الأثول التافه. والله يعني هو ترامب، يعني والله العظيم يعني ما شو أقول عليه، ذا بريزيدنت، الرئيس هو تافه وأثول، فين نبي مقزز. طبعا نعزي إيفانكا بنته بوفاة أمها، إيفانكا ماتت أمها خطية، أم إيفانكا توفت. نعزي ترامب بوفاة أم إيفانكا، عمت عيني عليك إيفانكا، بالي يمك. هذا كان موضوعنا الثاني في فقرة فيس تو فيس. أما موضوعنا الثالث الآن سوف نعود إلى السيارات. السيارات، الملكة هو لقب يطلق على، ليس الملكة الملكة يعني رئيسة الدولة أو لا لا، هو اللقب الذي يطلق على نوع من أنواع السيارات بالعراق اسمها الملكة. ليش؟ لأن بها تاج وكراون وهي السوالف. سيارة يابانية اجتاحت العراق بشكل كبير، الملكة موديل 2004 تلقاها ب 140-150 ورقة مثل الورد، مقصوصة عادي تنباع 130 ورقة. تحوير استيارة ني، طبعا هي كلها استيارة نيمن وتتحول، تنباع غرقة، تجي مهربة تنباع بدون الملكة. هذه هي السيارة الملكة، هاي الشكل مال الملكة اللي حبوه معظم، لا مو معظم، اغلب المحافظات العراقية حبوا هذا الشكل من السيارة. عندك بالنجف، عندك بالعمارة، عندك بالبصرة، عندك بالكوت، اغلب المحافظات الجنوبية يحبون هاي السيارة لانه بها متانة قوية، بها تبريد قوي، سيارة يابانية، و اهم شيء من تمشي بها بالشارع تقول عبالك نايم في فندق مو جاي سوق سيارة. الملكة اخر اصدار اجى بها هو سنة 2004، هذا اللي تشوفوه هذا من 2004 وجوه، هاي الشكل اللي تشوفوه بالشارع يعني 98 تلقاه 2000-2004 هيك. واخيرا وبعد طول انتظار قررت الشركة الام تويوتا كراون ان تصدر الملكة الشكل الجديد الى الشرق الاوسط، وهذا ما لاقاه من وابل من الفرح لدى العراقيين. هذا الشكل الجديد اللي هو 2021 و2022 شكل السيارة الملكة اللي راح تجي للعراق. يعني ذيك احنا القديمة كنا ما خلصانين منها، هالنوب هسه الشكل الجديد بيش راح تنباع؟ والله ما يعني بيش هسه اذا اريد احسب سعرها، يعني هي القديمة 130-140 ورقة تلقاها ماشية على القمارة ساعتين، تلقاها خطية بها شبر بارد بالشاملة هي بها صفحة يعني. بس هسه هاي بيش عفو ما احسبها احسن، ما احسب بيش راح تنباع، بس راح تجي هاي السيارة للشرق الاوسط. بما انه راح تجي الشرق الاوسط يعني راح تدخل للعراق، بما انه راح تدخل للعراق يعني راح نشوف هواي ناس تحب هاي السيارة. خلينا نشوف الموضوع تفاصيله أكثر في فقرة فيس تو فيس. موضوعنا الثالث يقول شركة تويوتا سيتم طرح سيارات من طراز كراون الرائد في اليابان للبيع في جميع للبيع في جميع أنحاء العالم والشرق الأوسط أيضا. سيتم طرح سيارة كراون، ماذا كانت التعليقات؟ تعليقات العراقيين عن هذه السيارة. يقول أو تقول، طبعا هذا الشكل القديم مال السيارة وهذا الشكل الجديد اللي راح يصدر ملكة، يا صديق ملكة. يقول جلاء السعيدي باقي الشركات خلت تحول على الإنشائية وتترك السيارات اذا رجع الكراون. ليش يعني روز رايز، بنتلي، فيراري،
استون مارتن، ماكلارين، بوغاتي، ليش؟ يعني هي ترى تويوتا يعني ملكي كراون، ليش؟ صح سيارة قوية وبيها متانة، بس يعني ليش يفتح يفتح الشاي ويوقف على صفحة؟ ليش؟ يا جلاء، يقول بشار عليكم الله سووا استيارة هيسرة، وأنا من هسه راح أعزل من الراتب كل شهر 25,000. شهر 25,000، 25 في 25 في 12 شبيك؟ 300,000 بالسنة؟ 300,000 بالسنة نقول 300، يعني كم سنة يراد لك حتى تشتريها؟ نقول 20 سنة. زين 300 في 20 6 مليون. وين اكون وين اكون السيارة عمي؟ شذا تقول توصل للعراق وبسعارها الحقيقية لو هماتين تدخل بالفساد. شذا تش مدريش بالملك، الملكة سيارة مشهورة، والله العظيم سيارة مشهورة. يقول محمد بيش راح تبيعوها عود؟ وش قد حيكون سعرها اذا هي الملكة موديل 98 ومكسوسة قمارة وحوض دا تنباع ب 130 ورقة؟ ان شاء الله راح تنباع هاي الشكل الجديد، 3 شدات، شتين ونص مثل الورد، سبير منازل السبير، ونزله للسبير نزله، واذا سبير نزله للسبير نزله. لو هذا يقول لك والله شنو بها شبر بالكامل لغ، يا شبر بالكامل لغ، يا غير الصفحه كلها مشيوله، شنو هالكذب هذا؟ والله غرق بسيط للدوسه، هي غير بايته 3 ايام بالبحر، شبيك؟ هالكذب هذا مالتنا مال العراقيين. سبير من لا نزله للسبير، شو انزله للسبير وامشي عليه وادوس عليه، يغسل تايرات ببيبسي، يشيل من هنا طبق غسل التايرات، شبيك عمي؟ شنو السالفه؟ علي يمن علي يقول هذا الخبر الزين، بس عاد بيش راح تنزل للسوق؟ انا انصح دزون لنا مطخطخات مثل الوارد الامريكي حتى نقدر نشتري هذا وكاله وتدخل للعراق. سلم لي على السعر. اخر تعليق يقول هسه نشوف جماعه الملكات المحوره اللي موتين بيهم، هم راح يجيبون لو لين بست شدات حتصير ما مرغوبه دي. الله عسى ما صارت يشتروها، يشتروها العراقيين. اكثر شعب بالعالم عنده مونيكا، اكثر شعب بالعالم عنده توهوات، اكثر شعب بالعالم عنده سيارات فاخره. شنو السالفه؟ بين سياره وسياره القى كاديلاك سكاليد لو، بين سياره وسياره القى جي ام سي دينالي. شنو السالفه عمي؟ المونيكات اكثر من السايبه عندنا احنا، شنو قابل من يشتريها؟ هذا كان موضوعنا الثالث، وموضوع السيارة الملكة اللي راح تجي للشرق الأوسط، وأكيد راح تجي للعراق وراح تنباع بشكل يعني بالعراق. موضوعنا الرابع والأخير في هذه الفقرة موضوع محزن، موضوع يقهر بمناشدة كبيرة منا الحد 12 بالليل عبر برنامج الحصاد وعبر برنامج وعبر كل شيء، بمناشدة بحكي هواي بالموصل. أسعوفك من الموصل، كل مستشفى بالعراق لازم تلقى شيء تعاني منه، لازم ضروري تلقى شيء تعاني منه بكل مستشفى بالعراق. شوف هاي الصوندة هاي اللي موجودة وظاهرة لكم بالشاشة، هاي صوندة لغسل الكلى، غسيل الكلى، يعني هاي المفروض متوفرة بكل مستشفى، بكل ردها، بكل غرفة عمليات. امرأة بالموصل صاحبة أيتام، صاحبة أطفال، توفت بسبب عدم وجود هاي الصوندة مال غسيل الكلى بالمستشفى. يلا سوا، ايش قد رخيص البشر، ايش قد رخيص البشر عندنا احنا العراقيين.
على مود صوندة مال غسيل كلى ما موجودة بالمستشفى توفت. ليش ما موجودة الصوندة؟ الفساد والهدر بالمال العام وين؟ ما حد يعرف. من أقول لكم بمناشدة وبكلام منا أنا الـ 12 بالليل ما حد يصدقني. هسا أنا إذا أريد أسولف ويا من؟ إذا أريد أنتقد أنتقد من؟ إذا أريد أناشد أناشد من؟ إذا أريد أجيب ضيف أخليه يحكي لي أجيب من؟ إذا أجيب ناس متخصصة تسولف لي ليش ماكو؟ ليش ماكو؟ صوندة مال غسيل كلى هي مصران صوندة. صوندة موجود من الملايين تصنع عبر يعني بكل العالم يوميا. ليش ماكو؟ لأنه بالموصل. هذا هو موضوعنا الرابع. خلينا نشوف تفاصيله أكثر والتعليقات اللي موجودة في فقرة فيس تو فيس. يقول امرأة صاحبة أيتام تفارق الحياة لعدم وجود صوندة جهاز غسيل الكلى في محافظة نينوى. بين يوم ويوم يطلع لنا محافظ من نينوى، والله يطلع للثاني هذا، والله ده نشتغل وده حجاب وده. شو تشتغلون؟ شغلكم وين؟ تموتون العالم؟ هذا شغلكم؟ كيفين؟ حرام، والله ما يقبل، السماوات ما تقبل، الأديان ما تقبل، صوندة ما عندكم مال غسيل كلى؟ من تجي تحكي، من تجي تناشد، من تجي تعاتب، من تجي تقول يابا، يطلع لك ألف واحد صوندة غسيل كلى ماكو. خلينا نشوف التعليقات. التعليقات هي احيانا تعبر عما في داخلنا. طارق يقول وقفوهم انهم مسؤولون، لعنة الله على كل ظالم وفاسد وعلى كل من يناصر الفاسدين، كل حسب مقامه ومكانه، ولا لعنة الله عليهم جميعا. خطوات متعثرة تقول ويجي البطراني يقول لك العراق ايش ناقصه؟ اعتقد ناقصه حكام يمتلكون ذمة وضمير وأمانة في أداء واجبهم، كروشهم تكبر والفقير يعاني. تكبر فقير يعاني، كروشهم تكبر، مو بس كروشهم، جيوبهم، سياراتهم. أم مريم تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، صار 20 سنة العراق ما قدر يشيد مستشفى حكومي رغم الميزانيات الانفجارية، الله المستعان. شهاب يقول مرضى غسل الكلى هم أضعف الفئات لاحتياجهم للاهتمام والرعاية المستمرة، وهم أقوى الناس لتحملهم عناء المرض وتفاهات الحكومة للخدمة المقدمة. تعليق من داليا تقول وأطفالها الأيتام من راح يعتني بيهم؟ ما حد، لا أعمامهم ولا خوالهم ولا حتى الدولة، كل من بس يحير بروحه. شلون راح يعيشون؟ منو يهتم بيهم ومنو إلهم بهالبلد التعبان؟ هذا كان آخر تعليق عندنا في موضوع الامرأة اللي توفت بالموصل بسبب عدم وجود صوندة لغسيل الكلى. عدم وجود صوندة لغسيل الكلى توفت المرأة هاي. وقلت لكم يعني أسأل الموضوع، يعني إذا تريد تتناشد وتسولف تسولف ويا من؟ تناشد منو؟ تنقهر وتلعب نفسك شو تسوي يعني؟ ايش نحكي بعد اكثر من اللي حكيناه؟ الله يرحمها ويغفر لها، والله ينتقم من كل شخص كان السبب بدمار وخراب العراق ومستشفيات العراق ووزارات العراق وزراعة العراق ومياه العراق واهل العراق وناس العراق. الله ينتقم منهم جميعا. مشاهدينا الكرام، وصلنا لختام فقرة فيس تو فيس. فاصل قليل ونلتقيكم في فقرة ترند تيوب. خليكم ويانا، لا حد يروح بعيد.
حياكم الله من جديد، اهلا وسهلا بكم في فقره ترند تيوب، حيث الفيديوهات اللي تنتشر وتاخذ صدى وتكون موجوده بشكل كبير. صوت الاشعار مالتك يجي لذاني نورس. فيديو مالتنا الاول هو سامعين ابن عم الخياط الخيط بدله العرس، سامعين بي. شقيق معاون محافظ صلاح الدين للشؤون الأمنية، شقيق معاون محافظ صلاح الدين للشؤون الأمنية احتفل بتسنم أخيه للمنصب، فما كان الاحتفال؟ الله حي الله حي الله حي أبو هيثم، الله حي الزمان، الله حي الله حيوا. على شنو انت تحيي؟ على شنو؟ على شنو تحيي؟ يعني لو اخوك صاير المحافظ شنو ترمي؟ ترمي قاذفات؟ ترمي بكيسي؟ الله حيوا على شنو تحيي؟ معاون محافظ صلاح الدين للشؤون الأمنية، للشأن الأمني، يعني المفروض اخوك يكون ابو ضابطه، ضابط الأمن، اخوك المفروض هيك يكون، مو انت الله حيو على شنو ترمي انت؟ انا ما ضوجني غير هذا، الله حيو، الله حيو على شنو؟ الله ينتقم منك ومن كل واحد يرمي بلا سبب. لا انه الرمي مالته هيك ما فالله هيك وتوقع عليك، بلكت الله هيك ترجع عليك. نخلص من هاي اشكالكم وامثالكم. الله حيو يقول لي قاعد يرمي، الله حيو، الله حيو على شنو؟ مو اخوك المنصب ما تأمني. زين انت انا شقيق معاون محافظ صلاح الدين للشؤون الامنيه، بن عم الخياط الخيط بدله العرس، ليش؟ هذا الفيديو امامكم، محتفل بتسنم اخوه للمنصب، قاعد يرمي، صوروا هذا طلع التصوير، ليش يعني؟ هاي الطلقه ما تفكر توقع على ناس؟ احنا نخلص من الناس اللي لا علم ولا فهم ولا ثقافه، واللي 24 ساعه يتعاركون نجي انت اخوك عنده شهاده عود، يعني ماخذ منصب اكيد عنده شهاده، وهذا يعني عندكم قاعد ترمي حالك من حالهم. خلينا نشوف التعليقات شنو كانت، وبلكت واحد من التعليقات يعبر نوعا ما عن هذا الفيديو المؤسف والمحزن اللي طلع. يقول علي موسى جاي يرمي عمودي واحتمال الطلقات، لا ترجع عليه لا تجيك سارة، والأهم إيش بيه مثل المصرع يفتر حتى البندقية داخت منه. هسه دخلت ترجع صامد عيلة علي بالبث المباشر، والله حتى آخ آخ والله ما أدري شو أحكي. ابو عزت يقول لو مستلم رئيس كان ضربنا بكيمياء، والله صدق يا ابو عزت، لو مستلم رئيس كان يقول له الله حيو اضربهم كيمياوي، الله حيو اضربهم. صدق كذي معاون محافظ صلاح الدين للشأن الأمني، صاحبي يمكن معاون محافظ، يمكن بس ما ادري يا محافظ. سفيان يقول وجود الرأس، الله ابو حاي الحكمه، وجود الرأس في الجسد حقيقة ثابتة، لكن وجود العقل داخل الرأس تلك مسألة يجب النقاش فيها. بوم هيك اسوي لك اياها، هيك اسويك اياها على طريقة هذا. وجود الرأس في الجسد حقيقة ثابتة، لكن وجود العقل داخل الرأس تلك مسألة يجب النقاش فيها. سفيان يقول طبعا هو هذا التعليق. أما إعلام قبيلة الجغايفة يقول الأفضل على كل رجل يحمل سلاح بنينوى وصلاح الدين أن يخرج
يقاتل داعش، تعرفون أن كل الدواعش انحصروا هناك، ولم نرى أحد يحرك ساكنا تجاههم شكرا للذهبية هناك وللجغايفة في الأنبار. ظهر ما إعلام قبيلة الجغايفة جاي يروج لنفسه، أنا جاي نحارب، تعال حاربوا. بس الرسالة حلوة هي. إيهاب يقول كون هذا زندك منشور بالساتر بذاك الوقت الأغبر اللي فقدنا بيا عز الزلم اللي ينحلف بشاربها. هيك سويك يا هذا كان آخر تعليق بخصوص هذا الفيديو لشقيق معاون محافظ صلاح الدين للشؤون الأمنية، ما أعرف شو اسمها، يرمي وفرحان لين أخو أخذ المنصب. مو خلصنا من هذا الفيديو، هسه نجي للفيديو الأكثر منه بشاعة. واحد قاعد بكوفي، دخل عليه واحد مسلح في احدى المحافظات ورمى عليه، طلع وراح كل شيء ماكو. اعتقد يمكن بالنجف رمى عليه. اخلص من هذا يجيني هذا، اخلص من هذا القار يجيني هذا القار، اخلص من هذا الضيم يجيني هذا الضيم. شوف بشاعة المنظر والفيديو. شوف يا مراشد، اول طلقه، شوفوا اول طلقه فاتت من يم راسه. زين ما كتلته، لو طب بكل برود تكتلك بكل برود، طب ولا كان هذا طب رمالية بكل برود. شحشي صار لي، خلصت الحكي على ذاك. مشاهدينا الكرام، رجعوا للحكي مال ذاك الفيديو، خلوا على الحكي مال الفيديو، وخلي نطلع بحكي مناسب، لان والله تعبت، والله العظيم اخ غابه. اشوف بلك التعليقات الناس هي شويه تعبر عن شويه من اللي بداخلي. خلينا نشوف تعليقات الناس شنو كانت بخصوص هذا الفيديو. يقول انمار الدليمي، غابه لا حسيب ولا رقيب، بس اللي يسوي هيجي جبان والله. لين اتحدى اذا وقف هيك قدام شخص من العدو يهرب مثل الجريدي. الجريدي اللي هو تعرفوه، هاي النماذج يطلعون سباعيتهم واحد على الثاني. اتفق. ميس تقول اوف خطيه، لا حول ولا قوه الا بالله، وين بعد راح نوصل؟ نعيش ونشوف. وضايفه لها استغفر الله ربي يتوب لي. هيبه العراقي، هيبه يقول مسمي نفسه هيبه العراقي يقول هنا نذكر عبارة من أمن العقاب أساء الأدب. هاي الناس أمنت بعد عقاب ماكو، راح تسيء الأدب والأخلاق، وإلك الله يا العراق. بيبتاج راسي محلك هذا بوقت. نصير يقول مهزلة، حسبي الله ونعم الوكيل على كل واحد وصل العراق إلى الفوضى ولغة السلاح، هي المتصدرة في كل شيء. تعليق من إنج إيهاب يقول، طبعا إنج إيهاب يعني مهندس إيهاب، يقول إن شاء الله كل شهرين زمان يرجع ياخذ حقه بيده، لأن القانون عاجز عن حماية المواطن ياخذ حقه بيده. هذا كان الفيديو الثاني اللي عندنا في فقرة ترند تيوب.
تعبت شحشي عليه. الفيديو الثالث هو لا هو مضحك لا هو محزن لا هو يعني فيديو غريب يعني. واحد حاط قوره بقور طياره في 16 وجاي يطارح وياني وهو عده هو ابو تريلي والله شنو شاد لها غاز لن يروح قبل ويندعم ويموت والسياره ما توقف ويموت وفقد حياته بامريكا. بس شوف الفراغ اللي عندهم والله يعني بس شوف الفراغ اللي عندهم يعني حاط قوره ويا قور طياره يريد يطلعها في 16 وهو ابو تريلي. خلينا نشوف الفيديو خلينا نشوفه خلينا نشوف الفيديو. فراغ ما عندكم شغل وعمل جاي تريد تنهي حياتك بيجي بسرعه بدون فراغ. هذا فراغ اف 16 تريد تطرح وياه والله هو الطرح الاولى الثانية خليته تلقي يلقط حظ الطرح الاولى بس انفجر سيارته ما ادري شاد لها ما ادري شنو من مكاين مال غاز ما ادري غاز ما ادري شنو هاي. ليش هيك حياتك سالت فقدت حياتك؟ شوف التعليقات شنو كانت تعليقات الناس حول هذا الفيديو. الفيديو ال ما ادري شو اسميه ما ادري يعني ليش ها يعني ليش انت تريد تفقد حياتك بسهوله واي ليش؟ ام جنتي تقول يا خطيه كان حاب يغامر وفشل ذولا بطرانين ما عندهم لا شغل ولا عمل ما يعرفون شو يسوون بحياتهم. اي اتفقوا وياك. لعبة القدر تقول حق ما مقطوع عندهم المي يحتارون شو يسوون. جمال يقول مثل هكذا حدث يدل على سوء التفكير والتدبير فكيف تتسابق شاحنة في الارض مع طائره في الجو. والله ما ادري راح اسيله سيله لهذا خطيه الراس وين تلقاه نتموت سيله نتلحق سيله وين تلقاه هسه. مجد يقول جماعه الاضحكني عيني تعرفون انه بفضل هذا الشخص وغيره وهاي التجارب الحيه حياتنا صارت اسهل بفضل اختراعاتهم وبفضل مخاطرتهم وتضحيتهم بارواحهم خدمة للعلم والإنسانية. جماعة تخيل أن تنجح هاي السيارة النفاثة ما راح تخدمك وتخدم عيال لا ما تخدمني أكو قطار وأكو طيارة ما تخدمني ترى والله العظيم وأنت تضحك على شخص مات واحترق تقوم حبيبي قوم طفي الزايد لين جا السحب. يلا حبيبي راح أقوم أطفي الزايد وأيضا أختم الحلقة لين جا السحب همينة. مشاهدين الكرام وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسم حتى ألتقيكم في الحلقة القادمة أقول لكم في مع الله.